السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مطبخ سلمى. النهاردة هنعمل مع بعض مهلبية الجزر بالبرتقال، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب ونضغط على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا سايبة الجزر يتسلق على النار، هجيب كده البرتقال عشان اعصره، بصوا انا بحط قصاد كل برتقالة جزرة متوسطة، يعني مش كبيرة ومش صغيرة، تمام. المقادير دي يا جماعة تكفي 3 أطباق. طبعا البرتقال قبل ما تعصريه بتكوني غسلاه من بره كويس اوي. الوجبة برضو دي تنفع للأطفال من 6 شهور، بس مش هنحط لهم سكر. احنا عصرنا 3 برتقالات اهو، هنحط بقى البرتقال هنا كده احنا عصرناه، طيب وايدي الجزر اللي احنا سلقناه، زي ما قلت لكم انا بحط قصاد كل برتقاله جزرايه متوسطه، يعني ولا كبيره ولا صغيره. حاجه كده اخلطهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.
كده هيكون معانا 4 معالق نشا صغيرين، تمام. اتخلطوا مع بعض كويس جدا. بصوا احنا ممكن نضيف سكر حسب الرغبة، تمام، بس انا ما بفضلش احط سكر لو الوجبة دي هياكلها اطفال، يعني لو المهلبية دي هياكلها اطفال بلاش نحط سكر، بالذات لو هما اقل من سنة، تمام، لكن لو كبير طبعا اللي هياكلها هنحليها بقى على حسب ايه رغبتنا. هناخد طبعا الخليط وهنرفعه على النار، تمام. انت اهو رفعنا المهلبية بتاعتنا على النار، هنفضل بقى كده نقلب لغاية ما تتقل معانا شوية. بصي على حسب نوع النشا اللي انت بتجيبيه، لو انت بتجيبي النشا اللي هو البواكي هتكتري النشا شوية، لو بتجيبي النشا السايب من عند العطار يبقى هما 4 معالق صغيرين كفاية. وبرضه وانت بتقلبي تعرفي ان كنت هي ان كانت هي عايزه تاني نشا ولا لا. على فكره هي كويسه جدا للمناعه، يعني طبعا فيها جزر، جزر كلنا عارفين فوائده، وفيها البرتقال طبعا، البرتقال فيه فيتامين سي برضه كلنا عارفين فوائد البرتقال. هعلي النار على شويه عشان ما كنت مغطيه. كده بالنسبه لي بقت حلوه قوي اهي، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي. هحضر بقى الاطباق اللي انا هصب فيها وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما ايه جبت المهلبيه شطبنا على النار، تمام، هصبها بقى في البولة الازاز على طول، وانا بفضل تكون ازاز ما تكونش بلاستيك، لاني برضو هي بتبقى سخنة والبلاستيك بيتفاعل مع الحرارة.
كده احنا صبناهم في البولات الازاز. ودي كانت مهلبية الجزر بالبرتقال، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعموني بلايك وشير ومشاركة للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.